أعيرونا مدافعكم. ليوم لا مدامعكم، أعيرونا وظلوا في مواقعكم. بني إسلام، بني إسلام، ما زالت مواجعنا مواجعكم، مصارعنا مصارعكم. إذا ما أغرق الطوفان شارعنا سيغرق منه شارعكم. ألسنا إخوة في الدين؟ ألسنا إخوة في الدين؟ قد كنا وما زلنا، فهل هنتم وهل هنا؟ أيرضيكم إذا حوصرنا؟ أيعجبكم إذا ضعنا؟ أيسعدكم إذا جعنا؟ وما معنى بأن قلوبكم معنا؟ ألسنا يا بني إسلام إخوتكم؟ أليس مظلة التوحيد تجمعنا؟ أعيرونا، أعيرونا، ولو شيئاً نقاتل فيه للأقصى. أتنتظرون أن يمحى وجود المسجد الأقصى وأن نمحى؟ أعيرونا وخلوا الشجب، أعيرونا مدافعكم وخلوا الشجب واستحيوا سائم الشجب والردحة. أخي في الله، أخبرني متى تغضب. إذا انتهكت محارمنا قد انتهكت، إذا نسفت معالمنا لقد نسفت، إذا هدمت مساجدنا لقد هدمت، إذا قتلت شهامتنا لقد قتلت، وظلت قدسنا تغضب ولم تغضب. فأخبرني متى تغضب يا مسلم يا خليفة محمد. رأيت براءة الأطفال في الشاشات كيف يهزها الغضب، وربات الخدور رأيتها بالدم تغضب. رأيت سواري الأقصى كالأطفال تنتحب، وتهتك حولك الأعراب في صلف، فتجلس أنت ترتقب متى تغضب متى تغضب. رأيت هناك في جنين أهوالا، رأيت الدم شلالا، رأيت القهر أشكالا وألوانا ولم تغضب. فصارحني بلا خجل لأي أمة متى تغضب متى تغضب متى تغضب.